السلام عليكم. انا هبدأ احل problems من الفاينل على الالكتريك فيلد والالكتريك بوتنشال كنوع من الريفيجن على الجزء اللي احنا خدناه. هبدأ ببروبلم جات في سبرينج 2018. البروبلم دي بتقول ايه؟ بتقول عندنا two infinite sheets والsheets دول واحد charged بتو سيجما اللي هو الشيت اللي فوق، واحد minus سيجما الشيت اللي تحت. طالب مني البوتنشال ديفرنس ما بين A و B. طب لما اجي ابص على البروبلم دي انا عارف ان انا البوتنشال ديفرنس عندي كذا طريقه عشان اجيب البوتنشال ديفرنس. لما بلاقي ان انا بشتغل مع انفينيت شيتس عارف ان انا بجيب دي واحده من البروبلمز بتاعت جاوس، يبقى محتاج اجيب الالكتريك فيلد الاول وبعد كده اعمل انتجريشن للالكتريك فيلد علشان اجيب البوتنشال ديفرنس. فهبدا بان انا اجيب الالكتريك فيلد بسبب الانفينيت شيتس. ادي الشيت الاول اللي هو بوزيتيفلي تشارج، هرسم الالكتريك فيلد بسبب الشيت ده، هيبقى سيجما على 2 ايبسيلون نوت. المفروض عارف الكلام ده، اقدر اعمل له بروف بجاوس. انا عندي الشيت عليه 2 سيجما، يبقى 2 سيجما على 2 ايبسيلون نوت خارج من الشيت كده، وهنا خارج برضو 2 سيجما على 2 ايبسيلون نوت هيبقى خارج من الشيت. انسى خالص الشيت الاحمر اللي هيقابلني ده، بعمل بسبب البوزيتيفلي تشارج لوحده كان النيجاتيف مش موجود خالص، وبعد كده ابدا اعمل اللي بسبب النيجاتيف. هعمل اللي بسبب النيجاتيف، رايح للنيجاتيف سيجما على 2 ايبسيلون نون، هرسمه في الريجن اللي فوق برضو رايح للنيجاتيف سيجما على 2 ايبسيلون نون. لما ارسم في الريجن اللي تحت خالص هيبقى رايح للنيجاتيف سيجما على 2 ايبسيلون. طبعا انا ممكن ما اهتمش بالريجن اللي تحت دي خالص. ليه؟ لانه ال 2 بوينتس اللي انا بتكلم عليهم موجودين في الريجن اللي فوق، فانا مش محتاج الزون اللي تحت دي ان انا اجيب فيها الالكتريك فيلد خالص. طيب عايز اجيب الالكتريك فيلد في الريجن اللي فوق، انا عندي دلوقتي 2 سيجما ابورد وواحده سيجما داونورد، يبقى السم بتاعهم هيبقى عباره عن سيجما على 2 ايبسيلون نوت ابورد. وفي الريجن اللي في النص عندنا 2 سيجما وسيجما والاثنين داونورد، يبقى هيبقى عندنا 3 سيجما على 2 ايبسيلون نوت في الريجن الان بتوين. وممكن برضو اجيب الريجن اللي تحت دي، بس انا مش ههتم بيها، مش هضيع وقت دلوقتي لاني عايز اجيب البوتنشال ديفرنس في اي ماينس في بي. لما اجي ابص على ال 2 بوينتس الاي والبي، دول موجودين فين ال 2 بوينتس دول؟ نقطه بي موجوده ما بين ال 2 شيتس هنا. طيب فين نقطه اي وفين نقطه بي اللي عايزين نجيب بقى البوتنشال ديفرنس ما بين في اي ماينس في بي؟ هنيجي نبص على نقطه بي، هنلاقي هنا ان بتوين ما بين ال 2 شيتس ونقطه اي موجوده فوق. طبعا هنا الديستانس ما بين A و B كده في انجل ما بينها وما بين الالكتريك فيلد، فالاحسن ان احنا نختار البوينتس بتاعتنا تبقى along الفيلد مع الدايركشن او عكس الدايركشن بتاع الفيلد. يعني نقطة A هنا ممكن اقول البوتنشال بتاعها زيه زي بوينت تانية هنا هوريزونتال على نفس الهوريزونتال ليفل، ليه بوتنشال لو انا سميت النقطة اللي فوق دي اسمها A داش، فالبوتنشال عند A هو نفسه البوتنشال عند A داش. ليه the same potential؟ انه الديستانس هنا ما بينهم وانا ماشي بتحرك من A لA داش بتحرك نورمال على الفيلد، واحنا قلنا ان احنا لما نتحرك نورمال او بيربنديكولار عمودي على الفيلد كده يبقى ما فيش تشينج في البوتنشال، هيحصل زياده في البوتنشال او نقصان في البوتنشال لو اتحركنا along الفيلد او عكس الفيلد، لكن لما اتحرك نورمال كده يبقى the same potential ما بين. يبقى انا في الحقيقه عايز اجيب كاني A داش ماينس VA داش ماينس VB، لانه ال A وال A داش ليهم the same potential. طيب لو هتحرك من نقطة A داش ل B او من B ل A داش، هنا هلاحظ ان انا وانا ماشي مش هقدر اخد الديستانس اللي اسمها دي E 2 دي واضربها في الالكتريك فيلد على طول. ليه؟ لان عندي 2 electric fields مختلفين، ده E 1 وده مثلا اسمه E 2، فانا عندي الالكتريك فيلد الاكسبريشن بتاعه بيتغير. فزي ما كنت بقسم الانتجريشن في حالة السفيرز وكده، هنا برضو أقسم الانتجريشن بتاعي بأن أنا أدخل بوينت هنا عند السيرفيس ده بالظبط كده، مثلا أسميها نقطة C، وأقول أن أنا هحسب في الجزء اللي فوق لوحده خلاص. يعني ممكن أقول أن أنا هحسب VA داش ماينس VC، حطيت VC بالنيجاتيف أرجع أحطها بالبوزيتيف، أنا كده ما عملتش حاجة، الكمية اللي أنا زودتها دي تعتبر زيرو، حطيت VC بالبوزيتيف وحطيته بالنيجاتيف يبقى مفيش مشكلة عندي. وبعدين هكمل الاكسبريشن بتاعي اللي هو نيجاتيف في بي، يبقى هو ده اللي انا عايز احسبه، ودخلت نقطة سي في النص كده كأنها زي عملية تقسيم الانتجريشن في حالة السفيرز والكلام ده. طيب دلوقتي عندي الحتة الاولانية دي، هل انا محتاج اعمل لها انتجريشن اساسا؟ في اي داش ناقص في سي هو انا بتحرك في الريجون دي، متحرك في يونيفورم الكتريك فيلد. طب ما انا عارف الانتجريشن بتاع اي دوت دلتا ال،
لما بيكون الالكتريك فيلد بتاعي يونيفورم بقدر اطلع الالكتريك فيلد بره وبيطلع لي انه فرق البوتنشال دلتا في بيطلع عباره عن الاي في الدي. مش محتاج في الحقيقه اعمل الانتجريشن ده ما دام انا عندي يونيفورم الكتريك فيلد قيمته ثابته والدايركشن بتاعه ثابت، يبقى كل اللي انا عارفه ان البوتنشال هيبقى الديفرنس هيبقى الدي اي في الدي. بس الفكره كلها بس اني اخد بالي وانا احطه اي دي بوزيتيف ولا احطه نيجاتيف اي دي. هحطه بوزيتيف اي دي امتى؟ لما اكون عارف ان انا بكتب البوتنشال بتاع النقطه الكبيره الاول ناقص النقطه الصغيره. يا ترى هنا الاي داش البوتنشال بتاعها اكبر من سي؟ لو هو اكبر من سي هكتبها اي دي على طول. لكن انا هعرف منين؟ هعرف من الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد. الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد لفوق كده وانا بتحرك كده لفوق، يبقى البوتنشال عند نقطه سي هو الكبير، هو اللي اكبر من اي داش. يبقى انا هنا محتاج اكتبها نيجاتيف الالكتريك فيلد في الدي. طب الالكتريك فيلد قيمته كام؟ سيجما على 2 ايبسيلون نوت. يبقى ادي نيجاتيف الالكتريك فيلد في الديستانس اللي اسمها دي. نتنقل على الجزء الثاني اللي هو VC minus VB. طب أدي نقطة C فوق أهي، أدي نقطة B هنا. يا ترى البوتنشال هنا أكتبه positive ولا negative؟ هخلي بالي الإلكتريك فيلد في الريجون اللي تحت الدايركشن بتاعه كده، يبقى نقطة C البوتنشال بتاعها أعلى من نقطة B. يبقى دي أقدر أكتبها وأنا مطمن الـ E في D positive. طب الـ E قيمته كام؟ 3 سيجما على 2 إبسلون نو، أضربها في الديستانس دي. يبقى انا كده جبت البوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين اللي هو عايزه. يبقى انا اقدر استخدم الاكسبريشن بتاع الاي في الدي على طول، طول ما الالكتريك فيلد يونيفورم ثابت في الماجنتيود وثابت في الدايركشن في المسافه اللي انا بتحرك فيها. طيب نشوف بروبلم تانية اللي هي جت في سبرينج 2017. بيقول عندنا بوينت تشارج وفي انفينيت شيت اللي هو charged بسيجما. عايز يجيب الالكتريك فيلد، والحته بتاعت الالكتريك فيلد دي مش هي الحته الصعبه اللي انا بحل البروبلم عشانها، لكن انا بحل عشان نشوف الورك دان علشان ننقل التشارج من ال بي. بس برضو نجيب الالكتريك فيلد عند نقطه ايه؟ هنجيب الالكتريك فيلد عند نقطه ايه؟ هنلاحظ ان احنا بنعمل برضو السوبربوزيشن. نجيب الالكتريك فيلد بسبب البوينت تشارج لوحدها، هيبقى عندنا الالكتريك فيلد هو الالكتريك فيلد بسبب البوينت تشارج زائد الالكتريك فيلد اللي جاي لي بسبب الشيت. طب الالكتريك فيلد بسبب البوينت تشارج، ها كي كيو على دي سكوير، ده حفظناه كلنا، دي كي كيو على ار سكوير، والار بتاعتي هي الدي دلوقتي. طب والدايركشن بتاعه هيبقى نيجاتيف اي لانه عكس الاكس اكسس، والشيت طبعا برضو بقينا حافظينه بسبب الانفين شيت. ممكن اقوم واخد جاوس سيرفيس كده سيلندر هنا واقدر اعمل بروف بتاع جاوس وكله، هلاقي ان هو سيجما على 2 ايبسيلون نون في الجي دايركشن. يبقى كده جبنا الالكتريك فيلد عند البوينت اللي اسمها ايه. طيب عايزين نجيب بقى الورك دان علشان موف تشارج كيو نوت من نقطه ايه لبي. وانا شغال مع البوتنشال مهم جدا ان انا اخلي بالي من الساينز، لان الساين بتاعت التشارج اللي هنقلها باخدها زي ما هي، لو هي بوزيتيف هاخدها بوزيتيف ولو هي نيجاتيف هاخدها نيجاتيف. والمهم كمان اللي اخلي بالي منه هو ان انا هنقلها من نقطه ايه لنقطه ايه. فانا هنقل من A ل B، يبقى A هي الانيشيال وB هي الفاينل. وانا دايما بكتب البوتنشال ديفرنس على انه هو V فاينل، يبقى انا هكتب VB ماينس ال V انيشيال اللي هي نقطه A. والكلام ده هو الورك ده انا عشان اموف 1 كولوم. طيب بس انا هنقل تشارج اسمها كيو نوت، يبقى الورك اللي انا محتاجه اضرب في الكيو نوت. يبقى مشكلتنا دلوقتي ازاي نحسب البوتنشال ما بين نقطه B لنقطه A. وانا بحسب بقى البوتنشال ديفرنس مهمه قوي اخلي بالي من اشكال التشارجز اللي قدامي، لانه بناء على شكل التشارج بشتغل البوتنشال. تمام، فاحنا عندنا هنا البوتنشال ديفرنس هجيبه بسبب شكلين للتشارجز اللي عندي اللي هم البوينت تشارج والشيت. يبقى انا هكتب انه عايز اجيب VB ماينس VA بسبب الشيتس لوحده، وVB ماينس VA بسبب البوينت تشارج. لما اجي اجيب بسبب الشيت الاول هقول الكلام ده بيساوي ايه. المفروض الانتجريشن بتاع اي دوت دلتا ال للالكتريك فيلد اللي جاي لي بسبب الشيت من نقطه، ممكن اعملها نيجاتيف من بي لاي، وممكن اقول ان هي ايه من ممكن اقولها ان هي من بي لاي على طول. طبعا لو حطيت النيجاتيف اخلي بالي ان انا بكتبها، لو حطيت النيجاتيف اخلي بالي ان دي هي بتبقى الانيشيال بوينت
ودي هي دايما الفاينل بوينت، واحط الليميتس بتاعتي كده هنا من A ل B. لو حطيت النيجاتيف، لو شلت النيجاتيف بقلب الليميتس دي واكتبها من B ل A. طيب الالكتريك فيلد ده اللي هو جاي لي بسبب الانفينيت شيت اللي هو هيبقى شكله كده سيجما على 2 ايبسيلون نو. طيب هتحرك من B ل A، هلاحظ ان انا هنا بتحرك او بيربنديكولار على الفيلد. لما بتحرك بيربنديكولار على الفيلد الاي دوت دلتا ال هتديني ايه؟ هتديني زيرو. البوتنشال ديفرنس هنا بسبب الشيت ما بين نقطة B و A بيساوي زيرو. خلي بالك ان ده مش معناه ان انا بقول ان البوتنشال عند B لوحدها بزيرو، ولا البوتنشال عند A لوحدها بزيرو. انا بقول ان مفيش ديفرنس في البوتنشال ما بين النقطتين دول، الاثنين ليهم ذا سيم بوتنشال قد بعض. طيب لو عايز احسب البوتنشال ديفرنس بسبب البوينت تشارج، هنا بقى محتاج اجيب ال B B لوحدها، اجيب ال V A لوحدها واعمل الديفرنس ما بينهم. طب V B بسبب البوينت تشارج هيبقى K Q على الديستانس اللي هي هتبقى 2 D، والبوتنشال عند بوينت A بسبب بوينت تشارج هيبقى K Q على D. طب يبقى البوتنشال ديفرنس اللي انا عايزه ده V B minus V A، بمنتهى البساطة هعمل ده minus ده يطلع لي negative KQ على 2 D. يبقى احنا هنا استخدمنا الفكرة بتاعت ان جبت البوتنشال ديفرنس بسبب الانفينيت شيت لوحده عن طريق الانتجريشن، دي واحدة من البروبلمز بتاعت جاوس. وبسبب البوينت تشارجز انا عارف بجيب البوتنشال ازاي. حتى لو عايز بوتنشال ديفرنس اجيب عند البوينت الاولانية لوحدها وعند البوينت التانية لوحدها وبعدين اعمل ده minus ده. عايز اسيب لكم زي هوم اكسرسايز، بس مش عارفه اذا كنت هكشف الفكره بتاعته ولا لا. اهي اللي هي عندنا سفير، والسفير دي تشارجد برو، يونيفورملي تشارجد برو، كلها بوزيتيف تشارج، وهنا في رود او واير اللينس بتاعه ال، وهو بوزيتيفلي تشارجد بلينير تشارج دنسيتي لامدا نوت كولوم بير متر. وافرض ان هو عايزني احسب البوتنشال ديفرنس ما بين التو بوينتس دول اللي هما A و B. فهنا بنفس الطريقه انا عندي برضو اشكال للتشارجز دي هي اللي هتحكم انا هجيب البوتنشال ديفرنس ازاي. ده VA minus VB ما اقدرش اجيبه مره واحده كده بقانون واحد هنا في الاشكال للتشارجز الكتيره دي، فلازم برضو اطبق البرنسبل بتاع السوبر بوزيشن. اجيب VA minus VB بسبب السفير لوحدها. طب بسبب السفير لوحدها هيساوي ايه؟ هيساوي انتجريشن من A ل B EDR. والالكتريك فيلد هنا هو الالكتريك فيلد اللي هو بره السفير KQ على R سكوير، واعمل انتجريشن بتاعي عادي واطلع النتيجه بتاعه البوتنشال ديفرنس بسبب السفير لوحدها. السفير عملتها بالطريقه بتاعه اي دي ار او اي دوت دلتا ال لانها واحده من البروبلمز بتاعه جاوس. وبعدين اعمل في اي ماينس في بي اللي جايه لي بسبب الواير، وده مش هعرف اعمله على طول برضو، لا انا اجيب في اي اللي عامله الواير واحسب الفي بي اللي بسبب الواير، وبعد كده الديفرنس ده اعمله ده ماينس ده زي ما عملت بالظبط الفكره بتاعت البوينت تشارج كده. انا اعتبر برده كشفت او حليت المساله. اقول لكم دلوقتي شكرا جزيلا وباي باي. ثانك يو.